يعني فيلم كتير حلو لما نحن عم نحاول نضوي دائما على ابرز الاخطاء الشائعه على كثير من الاقاويل والاشاعات يلي كثير من الناس بتتداولها، بس لما بيكون سلمى الموضوع كتير مهم وحساس لما بنحكي عن طفل حديث الولاده. صحيح. قد ايه مهم سلمى نحن نعرف الطريقه الصح بالتعامل معه، نبعد شوي عن الاقاويل والنصائح اللي ممكن ناخذها من الناس اللي حوالينا، لانه ممكن دائما او ببعض الاحيان تكون النتائج سلبيه بدل نحن ما نستفيد ونهتم اكثر بطفلنا، بالعكس بنكون عم نضره. اكيد فرح، ويمكن كل مره بنقول انه كل طفل وكل انسان هو حاله لوحده، له تاريخه المرضي الخاص فيه، له حياته الخاصه فيه، وخصوصا الطفل حديث الولاده اذا بلشنا معه صح رح نساهم بانه بالكبار يكون مؤسس صح، اما اذا بلشنا هيك قالت ستي وهيك قالت جارتي وابنها هيك عمل ونسينا موضوع الدكتور ونسينا موضوع العلم والطب، ف للاسف سلمى رح تكون عنوان لبدايه فقراتنا لليوم. رح نحكي اكيد عن الحالات الخاطئه وكيفيه العنايه بالرضيع. اكيد، ورح نحكي تفاصيل اكثر فرح مع ضيفنا بالاستوديو دكتور قصي الزير اختصاصي طب اطفال. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم بهالجو البارد والدافئ معكم ان شاء الله، هيك مع يعني يكون برنامج لطيف وخفيف على الأخوة المشاهدين، ونعطي بعض مثل ما تفضلتوا الملاحظات الجميلة عن استقبال الوليد الحديث الولادة، وضمن نخفف من هالعادات الخاطئة اللي ممكن نحن للأسف تتوارث عبر الأجيال وممكن تؤثر على بنية الطفل ونموه، وخاصة يعني بعض منا بيكون ضار وله اختلاطاته لصحة الطفل الوليد. تمام صحيح. طيب دكتور خلينا نبلش بالبداية ونسأل هذا السؤال العام، يعني بشكل عام كيف بتتم العناية بالطفل حديث الولادة؟ شو أول إرشادات بتعطيها لأي سيدة مثل ما بيقولوا ولدت؟ الأهم شيء تكون السيدة الأم مجهزة حالها لتستلم هالطفل الجميل هالضيف الحديث على مؤسسة العائلة، فلازم تكون في تستقبله بحالة نفسية جيدة، هي أهم شيء، ومن ثم أنه يعني تستقبله بالطريقة الأمومة الغريزية اللي تنوجد هي إلهية بالطريقة السليمة، تحاول تتعامل معه بالطريقة الصحيحة حتى ما تعطي أي اختلاطات عنده. الطفل الوليد أول ما يولد أكيد يفحص في غرفة المخاض إذا كان في المشافي، بيفحصه طبيب الأطفال أو طبيب النسائية المولد، وبيحدد هالطفل هذا إذا كان في عنده لا سمح الله أي إصابة أو طفل سليم. عندما بيكون سليم أكيد بيربط له السرة وبيقيموا عنه الطبقة المخاطية الدموية عن الجلد، وبيتركوا طبقة دهنية بسيطة لتساعد على الحفاظ على دفء الطفل، وتساعد كمان على انه المناعة تبع الجلد ما يتأثر اول الولادة. فهون نحن هذا الطفل بس نستقبله منخلي هالطبقة الدهنية البسيطة على جلده ومنناوله للأم. هلأ الأم إذا كانت ولادة قيصرية، وأكثر الولادات حاليا نشوفها قيصرية، بدها كم ساعة حتى تقوم من التخدير أو لحتى ترجع سليمة، فهون نحن لازم الطفل يلامس الأم من بداية نطلعه من غرفة المخاض، نحطه بسرير أمام الأم. هذا الشيء الشعور الأمومة والملامسة الطفل لأمه بيحرض كثير من الهرمونات الحقيقية عند الأم حتى يبلش إفراز الحليب ويعطي للطفل الدفء الحنان تبع الأم. فإذا أول شغلة بنعملها نحن نوضع الطفل على حضن أمه، وبس صحية الأم بالشكل السليم ياخذ حلمة الثدي ويبلش يمص لإفراز الهرمون الخاص لهرمون الحليب ليبلش يعطي الحليب. كثير أخطاء نحن بنشوفها عند الولادة بإعطاء الطفل مية السكر أو مية الفواكه، تفاح وتمر وشو بعرفني، وهذا كثير خاطئ، لأنه الطفل عند الولادة الهضم عنده لسه ما اكتمل، الجهاز الهضمي والإنزيمات الخاصة للهضم، الجهاز الهضمي غير مكتمل،
فعنده ما بيهضم سكر الجلوكوز تبع السكر المي والسكر ولا سكر الفواكه، وكمان بيكون عنده الفلورا المعوية الجراثيم الحميدة بنسميها بالأمعاء غير مكتملة. فإذا عطيناه مي وسكر أو عطيناه مي التفاح وتمر، هي بتقتل أو بتخفف من تكاثر الجراثيم الحميدة اللي بتساعد على الهضم، وبتنشئ الجراثيم المضرة. فبيحدث عند الطفل من بداية ولادته بإعطائهم ممكن انتانات معوية بسبب غزو الجراثيم الغير طبيعية للجهاز المعوي، وبتؤدي لاضطرابات هضمية. للأسف كتير منتشرة دكتور، يعني تمام. أول ما يخلق الولاد مي وسكر ومي وسكر. ومي التفاح تمام. الحماية بتكون مجهزتهم والخالة والعمة. وكتير نحن منعاني بطب الأطفال من تغيير العادات الخاطئة، يعني بكل المشافي الخاصة طالبين أنهم يحطوا لا تعطي ماء وسكر للطفل، لا تعطي مي التفاح، بتلاقي ما حدا لا يقرأ، بيكونوا الأهل مجهزين الشيء وبيعطوا. هنن شو بيعرفون هيك بيقولوا، هنن شو بيعرفون، كلياتنا ربينا على هيك، وليكن ما في أحلى منكم طلعتوا. دخيل قلبك. لا، العادات دائما العلم يتطور. صحيح. أكيد بالقرن التسعتاعش يختلف عن القرن العشرين، القرن الواحد وعشرين كمان يختلف. كل ما تطور العلم لازم نبني أطفالنا بالعلم الحديث. أكيد كان في أمور تمليح الطفل، بيقول لك كلنا كنا نملحكم، لكن شو أضرار تمليح الطفل؟ مخيفة بس تقري بالعلم. يعني الطفل الخديج أو الوليد بشرة الجلد رقيقة. بتكون رقيقة وبتمتص المواد المالحة عبرها، وهذا بيؤدي لاختلال توازن شاردة الصوديوم اللي بيحملها الملح داخل الأوعية، ممكن تؤدي تمليح الطفل لاضطرابات عصبية، بتطلع السوائل من الأوعية الدموية، ممكن تعمل تشفاف، ارتفاع الصوديوم بالدم، تشفاف عالي الصوديوم. وكتير بيراجعنا على المشافي أطفال ولدان عندهم تشفاف مرتفع الصوديوم، تأثيراته على الدماغ، كتير آثار اختلاطات. وشو الهدف منه؟ أنه قال ما بقى يطلع له ريحة عرق. يعني في بعض الأحيان بعض الشغلات يعني لا تنطبق مع الطب والعلم. نعم. أنه شو دخل الملحات أنك تغيري من مورسة إفراز الغدد العرقية عند الكبار من طفولتهم؟ يعني هي العادة أخذينا من الفراعنة، بالفراعنة كانوا يحطوا معلقة ملح بتم الطفل. الفراعنة من 3000 4000 سنة لسه بدي أمشي فيها أنا لعام 2022 أو لأعوام لسه لقدام، لأنه كتير بيراجعنا أطفال جفاف جلد وتمليح، والولد تململ وبسوي بكاء شديد لأنه بيعمل تشفاف، بيعمل تشفاف بالخلايا الدماغية، بيعطي ألم عند الطفل معمم. بيجوا بيقولك ايه طيب ليش ملحتي، ايه شو ستي ملحتني وليكني صبية قدامك وكذا. فكتير نحن نعاني بطب الأطفال من هالشي. لف الطفل ما بعرف شو بسموها بالعامية بالحزامات كمان مضرة جدا، ممكن تمنع النمو العظام، ممكن تعمل خلع ورك، ممكن يعني الطفل حركته بده يتحرك ايديه ورجليه بسلامة. فبيقول لك مشان دفيه، لا بتدفيه بملابس، بتدفيه بأغطية ما نتقيلة على جسمه، لأنه الوفيات عند الأطفال الموت الفجائي أول 4-5 أشهر ممكن يحدث عند الطفل لأسباب منها أنه تنيمه على بطنه أو تلفه كتير أو ممكن أنه تغطيه بأسقال زايدة. فيعني كل هالشغلات هي نتمنى ما عاد نشوفها ضمن مجتمعنا. حتى هلأ بشوف بعض النساء بتحط لأولادهم كحلة عربية، كحلة العربية أو عصرة مشان قال ما تنزف أو شو بعرفني، كمان هذا ممنوع لأنه الكحلة بتحوي لمادة الرصاص، ممكن يمتص ويصير تسمم بالرصاص مبكر عند الطفل، وبتؤدي لأمراض واختلاطات عصبية ودموية
بغنى عنه هالطفل البريء والجميل الجاي لنا نبلش نخبص فيه منذ الولادة بأمراض نحن عم نصنعها عند الطفل، وهذا شيء كمان بنشوفه كثير خاطئ. يعني دكتور هي الموروثات، خلينا نسميها الموروثات الشعبية، يلي يمكن نسبة كثير كبيرة من الناس ممكن تتصرف أثناء ولادة الطفل، لكن عم تأدي أوقات مثل ما تفضلت وحكيت لحالة وفاة، يعني هي أمور كثير خطيرة، فمشكور إنه ضوينا عليها. من الأمور كمان يلي يمكن وردتنا عبر صفحتنا سلمى، لما بنحكي نحن عن طفل حديث الولادة، البعض بيقول لازم نحممه فورا، والبعض الآخر بيقول لا، هي المادة الدهنية اللي بيكون متغطي فيها الطفل هي مادة كتير مهمة، فخلينا نضوي على هاي النقطة كمان. نحن أول ما يطلعوه من غرفة المخاض الممرضة جوا بتمسح المادة المخاطية والدموية عنه، بتترك هالطبقة الجلدية البسيطة. هاي الطبقة الجلدية البسيطة بتعطي، وخاصة الطفل الخديجة اللي وزنه تحت 3 كيلو و200 جرام، هالطبقة هي بتحافظ على درجة حرارة متوازية عند الطفل الوليد، فيفضل انه نتركها لعدة ايام حتى الطفل ما يصير في عنده اضطراب بالحرارة او اضطراب بالسوائل. كتير مفيدة، بتعطي المناعة، بتعطي الحرارة للطفل، ما يفكروها وسخية على الجسم. لذلك يفضل انه نتركها لفترة ايام. كتير اطفال بهالبرد هذا، ومثل ما تفضلتي لانعدام طاقة التدفئة، كتير بيراجعنا ازيات برد للمشافي الحكومية والمشافي الخاصة لعدم معرفة الاهل بتدفئة الطفل، وبازيات دماغية، وفي عنا وفيات بسبب ازية البرد للأسف. هي الطبقة الدهنية تحافظ على درجة حرارة معينة وبتخفف من اختلاطات البرد عند الأطفال، وبتعطي للجهاز المناعي الجلدي إضافة حتى ما يصير عنده أنتانات جلدية وإصابات جلدية. نحن مشكلتنا أنه أول ما يولد بحممه بتلاقي جلد الطفل جاي مقشر، بتلاقي منظره بتزعلي عليه. أكيد إذا عملوا هالشي يحطوا كريمات ملطفة للبشرة خاصة بالأطفال حتى البشرة الجلد ياخذ قوامه الجميل، وياخذ يعني فتح المسامات العرقيه تكون جيده للتهويه، ومن ثم بعدين بلبس الطفل الالبسه المريحه له، ما تكون ضيقه. يعني بعض الاحيان بدنا نفحص طفل بنلاقي الالبسه اللي لابسينها شيء 5-6 طواق على فوق بعضهم وضيقه على صدره، وحركه الصدر عند الطفل بده ياخذ نفس ولسه ما اكتمل الجهاز العصبي عنده، فممكن يحدث عنده بعض نوب التوقف التنفس الطبيعي وبعدين ياخذ النفس. هي الحركه بدها البسه واسعه او البسه مريحه لحركه القفص الصدري حتى ما تعمل اعاقه في اخذ التنفس وممكن تؤدي لاختلاطات ووفيات. لذلك نحن ضد تقميط الطفل لفه بشكل حزامات، وبيقول لك لا نحن كنا نلف الطفل لعمر السنة، وهذا أكيد بس نقول طبيا أنه هذا خطأ، لازم ما نجيبه ضمن ديارة الطفل، بس ينزلوا يشتروا بتلاقي شارين أول الأحزمة. شغلة دكتور هاي بتنشغل شارين ليش هذا الحزام؟ مشان يمسك ظهره. أكيد هذا الكلام غير منطقي، من لا يعرف حمل الطفل ما يقرب على الطفل. الطفل كيان جميل يحب الحرية بحركاته، يديه إن كان أو رجلي أو حركات القفص الصدري أو حتى حركات البطن. أنا بقول لهم إذا حطيتوا حزام على البطن الكبير إذا كان عنده تهيج بالكولون ممكن أنه يزعجه، فبتلاقي فك الزنار تبعه وفك السحاب تبعه وفك الكبار، فما بالك بطفل عنده تهيج بالكولون ومغص الولادي اللي إذا كان معنا وقت بنحكي عليه كمان مهم جداً للعادات الخاطئة باستخدام الشغلات. فلذلك خلوا الطفل يتحرك بحرية بس ندفيه. نحن نحكي عن مغص الولادة، المغص الولادة هو شغلة طبيعية عند كثير من الأطفال، أولا لأنه الجهاز الهضمي ما اكتمل بالهضم تبعه، وهذا الشيء بيخليه أنه ممكن عدم تحمل سكر حليب الأم أو سكر الحليب اللي عم ياخده إلى درجة معينة، أو لسوء الهضم عنده فبصير نوع من الغازات وتطبل البطن عند الطفل. ناهيك عن الأكل اللي بتاكله الأم اللي ممكن يأثر على حليب الطفل إنه كمان ينقله المغص الولادي، مثل ما بياكلوا البقوليات البقدونس بفكروه بدر حليب وهو بخفف الحليب ويضر الأم ويضر الطفل. الثوم البصل ممكن يعني
كثير من الاكلات اللي نتمنى الامهات انهم يوقفوا هالعادات الخاطئه. لا يدر الحليب الا الراحه النفسيه والكثر السوائل الطبيعيه، وما تبقى الغذاء هو لجسد الام وليس لجسد الطفل، وهذا هي العدل الالهي. لانه في النساء كل يوم جوزهم بيذبح لهم خروف وما شابه، وفي نساء فقيرات بياكلوا قطعه الخبزه مع جبنه ومع كذا، حليب هي مثل هي بالتركيبه وفائده الطفل، لكن للام الغذاء هو اللي بفيدها لجسدها وليس لزياده افراز الحليب بالشكل اللي هن بيتوقعوا. هون بس عفوا دكتور سؤال لو على السريع، هل صحيح انه حليب الام ممكن يختلف من ام الى اخرى؟ بيقولوا مثل ما بنسمع بالعاميه ما بيشبع، هذا الشيء صحيح؟ لا، هلا ما في، في امراه عندها راحه نفسيه وما عندها امراض، احنا بنحدد الامراض اللي ممكن تؤثر على رضاعه الطفل، منهم الأمراض العصبية والنفسية والقلبية والكلوية والسكري والغدد والإنتانية، بعض الإنتانات السل والتيفوئيد وما شابه ذلك. نحن منحدد كأطباء أطفال ومنحدد الشيء، لكن لا يوجد امرأة حابة ترضع إلا ما يدر حليبها ويعطي. في نساء مثلا غيرة، اجتني واحدة بتغار من مرت أخوها إنه ما تزوجت وما، وبس تشوفها تردع صدرها بتقلي جاي عم تشكيلي إنه أنا صدري بيغلي وبصير يفرز حليب. شوف الشعور الغريزة الأمومية، فما بالك بأم بدها تردع؟ أكيد لا. وبيشوفوه لونه فاتح ولونه غامق، هذا الكلام كمان غير محدد لمدى، فقط اللي بيحدد الطبيب الأطفال وزيادة الوزن وتحسن البنية الطفل، هذا اللي بيحدد إذا كان الحليب بكفي. ما تبقى نحن نتمنى رضاعة الوالدية هي الأساس، بيصير المغص الولادي الممكن مثل ما قلت لك عدم تحمل سكر اللاكتوز أو طبيعة الهضم تبع الطفل لسه ما اكتملت من وجود البكتيريا الحميدة أو الإنزيمات الهاضمة، فبدنا نتحمل آلام المغص الولادي لعمر الأربعة أشهر مع الطفل. ممنوع المنومات، في بعض منهم بيعطوا المنومات وهذا الشيء بيأثر على نمو الطفل العقلي والجسدي. نعم. وبيأثر، بيقول لك أنه بينزل من ذكاء الطفل بنسبة معينة، فإذا نبتعد عن المنومات، بنعطي فقط ممكن مضادات الغازات، طارد للغازات، أو بعض الشغلات العشبية المصنعة الغير ضارة للطفل من صناعة البابونج ومليسة والشغلات اللي بتكون مصنعة دوائيا، طبيب الأطفال بيحدد المناسب ليريح الطفل إلى حد ما. لكن بدنا نتحمل تململ الطفل والمغص الولادي لثلاث أربعة أشهر ليكتمل هالجهاز الهضمي بالشكل السليم، ويصير تحمل سكر الحليب اللاكتوز بالشكل السليم ويعطي الهضم أريحية للطفل وبيخف هالمغص الولادي. الحالة النفسية بتزيد السيئة، بتزيد من المغص الولادي، والأكل مثل ما قلنا اللي بيعمل طبعا تطبل بالبطن مثل الفول والحمص والعدس، البقوليات بالعموم والبقدونس اللي زيادته بتعمل حتى تسمم بالزئبق. زيادة البقدونس، نحن التبولة كل يوم بيعملوا لها للولدانة مدللوها دكتور، وبتلاقي هي مطبل بطنة وابنها مطبل بطنة ودماغها رح وكل يوم قعدة التبولة وقعدة كت البقدونس. يعني نتمنى انه هالعادات هي قد تكون جميلة لجمعة الأسرة، بس نغيرها بأطعمة مفيدة للأم وعدم مؤثرة للطفل. نعم. وعدم صحيح. مؤثرة لحليب الطفل وتريح من المغص الولادي. نعم. إن شاء الله. يعني معلومات كثير مهمة اليوم قدمت لنا إياها دكتورنا، نتشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتها، شكرا لك. شكرا لكم، وإن شاء الله دائما الطفل الوليد بيكون ضيف جميل يملي للأسرة طاقة إيجابية حتى يعطي البسمة والسعادة بهالأسرة، ويكون في المستقبل سند لأبوه وأمه في الحياة. وشكرا لكم لهالبرنامج اللطيف. شكرا لك مرة تانية دكتور، نتمنى أكيد يكون في آذان صاغية من الأمهات نسمع وننتبه كتير لهي النصايح، ما بدنا نودي لنتائج خطيرة نندم عليها بالمستقبل.